صوت مدني. هو انت ثاني نجعل يا عمي سيبك بس مش حبيبك. انا قلت مجانين محدش هيصدقني. صباح الفل يا استاذه مليكة. صباح وخلاص. فيه ايه على الصبح؟ مفيش. امال بتكلميني كده ليه يا بنت؟ هو انت اللي بنتي ولا انا اللي ابنك ولا انت اللي فيه ايه؟ معلش حقك عليا. انا هخش اغير وانام. انت من عبادة. انت بتقولي ايه؟ قولك نام وتأنى. ماشي يا استاذه مليكة. ناقصه وجع الدماغ. بابا اصحى. عايزة يا مليكة؟ عايزاك في موضوع. مامشت وبتقولك خلي بالك من المواد. انت راح فين هلا؟ بتكلي على الله يا مليكة. نعمل دلوقتي وعناتك. انا قلتلك عايشين مع مجانين. ابوك يفضل يصحى عاملك ايه؟ بتأكل ايه يا بنت المجانين؟ هي دي بتاكل يا مليكة؟ دي صغيرة. ايه دي بتردع. انت حبيبة بابا عايزين يموتوك يا ابتي. ما تخافيش يا اختي. ايه ده؟ طب تدلع. طب ما انت يا مليكة وانت صغيرة برضو ما انا كنت مدلعك زي ما ودك كده وبقولك يا حبيبتي. ما قلتلك يا حبيبتي.